بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكن فيه زوال دائه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عقوبات المعاصي لا بد لها من عقوبات، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. وهي على نوعين: عقوبات في الدنيا، إقامة الحدود والتعزير، هذه شرعية لأنها أحكام شرعية. عقوبات في الآخرة وهي قدرية، ذلك كالتعذيب بالنار، هذه عقوبات قدرية. وإذا أقيمت العقوبات الشرعية في الدنيا فقد لا تحصل العقوبات في الآخرة، لأن الله لا يجمع على العبد المسلم بين عقوبتين إلا إذا كان في تطبيق العقوبات الشرعية في الدنيا قصور، أو صاحبها لم يتب إلى الله عز وجل، فإنه قد يجمع له بين العقوبتين. نعم. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، إذا لم تقم الحدود في الدنيا فإنه لا بد من إقامتها في الآخرة العقوبة. نعم. وربما كانت، وهذا فائدة الحدود، فائدة الحدود أو أنها تطهير للعاصي وتخفيف لعقوبته في الآخرة، وردع أيضا للمجتمع لئلا يقع في مثل ما وقع فيه هذا العاصي، وحفظ للأمن، فيها فوائد عظيمة. ولذلك جاء في الحديث أن الحد الذي يقام في الأرض، حد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. نعم. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. نعم، إذا أعلنت ولم تنكر ضرت الجميع. تقول فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وأما إذا أنكرت فإن إثمها يكون على صاحبها فقط، أو أخفيت ولم تظهر. نعم. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره، أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. قد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواطة، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الإنسان. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا شديد عقوبته وشديد أثره على الناس، لأنه يفسد المجتمع
يخلق الأنساب ويسبب الأمراض الفتاكة، لأنه فساد، فهو أشد الذنوب بعد القتل، بعد قتل النفس الزنا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأل عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها. وما هو أعظم كل نوع؟ فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، كما هو في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، كما أنكم لا ترزقون أنفسكم كذلك لا ترزقون أولادكم، بل الله هو الذي يرزق الجميع. ومن هذا ما يبث الآن من الدعاية لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون خشية الفقر لئلا يكثر الناس وتقل الموارد فيحصل الفقر والمجاعة، يسيئون الظن بالله عز وجل. والله جل وعلا ما خلق نفسا إلا وخلق رزقها وقدر رزقها وأجلها، فالله جل وعلا هو الذي يرزق، هو الرزاق ذو القوة المتين، وليس كثرة النسل يسبب الفقر كما يقول أهل الجاهلية، بل ربما أن كثرة النسل تسبب كثرة الأرزاق، لأن الله يقدر لكل نفس رزقها، ولأن تكثر الأيدي العاملة والإنتاج، أما إذا قل النسل قل الإنتاج وقلت الأيدي العاملة. نعم. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره. الزنا محرم وشديد التحريم عموما، لكن خيانته لجاره هذه أشد، فأعظم الزنا أن يزني بحليلة جاره، بزوجة جاره، فيخون جاره الذي ائتمنه وجاوره، فالجار له حق عظيم، فإذا خانه فهذا أشد الزنا. نعم. كذلك الزنا بقريبته، الزنا بذوات محارمه، هذا أشد من الزنا بالأجنبية. نعم. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحرمة، فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من الزنا بالتي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه. كذلك من الزنا المغلظ أن يزني بامرأة لها زوج يدخل عليه أولادا ليسوا منه ويفسد زوجته عليه. نعم. إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه. نعم. وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعد، فإن كان زوجها جارا له إنضاف إلى ذلك سوء الجوار، ولذا أجابه بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته. كذلك الجار لا يجوز أن يساء إليه وأن يؤذى أو أن يطلع على أسراره أو على عوراته، لأن له حرمة أشد من حرمة بقية الناس، حرمة الجوار. نعم. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. نعم. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات، قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه.
فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، ذكر منهم وأشيمط زاني. أشيمط هو اللي فيه الشيب، لأن داعي الشهوة في الشباب أقوى من داعي الشهوة في الكبير، وكونه يزني وهو كبير هذا الدليل على خبثه، لأنه ليس عنده داعي للزنا لكبره، فصار زنا الكبير أشد من زنا الصغير. نعم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم، وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. نعم، قد يضاف إلى إثم العقوبة آثام أخرى، كان يزني في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو يزني في الأوقات التي هي معظمة عند الله عز وجل فينتهك الحرمة فينضاف هذا إلى حرمة الزنا. نعم. نعم، الزنا بامرأة الجار أشد أنواع الزنا كما في الحديث تزاني حليلة جارك. نعم. إيه مفسدتها أخف من مفسدة الزنا بامرأة الجار، ولو كانت امرأة 100 مرة أكثر مفسدتها أقل. نعم. الإثم تبع عظمة الحرمة، تضاعف الإثم. نعم. فصل. وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن نعم. السرقة تقطع اليد مع أنها عضو ثمين، لكن لما اعتدت وأخذت مال الإنسان الغافل الآمن الذي أحرز ماله وجاء واحد وهتك الحرز وصاحبه لم يفرط، هذا دليل على جرأته على حرمات الله عز وجل، فأنه لا يمنع منه حرز ولا يمنع منه حفظ، ولذلك اشتدت عقوبته. وإن كان أخذ أموال الناس الباطل حرام عموما، ولكن هذا نوع من الباطل أشد، وهو الإخلال بالأمن وترويع الآمنين وأخذ أموالهم وانتهاك بيوتهم ومحلاتهم، لذلك حكم الله بقطع يده عقوبة له، يفقد هذه اليد التي تمتد إلى هتك الحرمات، يفقدها وتهدر عليه ويصبح بين الناس مقطوع اليد فاقدا لعضو من أعضائه، هذه عقوبته في الدنيا، عقوبته في الآخرة أشد. كذلك الذي يعتدي على الناس بالقوة والسلاح وهم آمنون يأخذ أموالهم أو يهتك حرماتهم، هذا الله جل وعلا زاد في عقوبته على عقوبة السارق، فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قطع الطريق أشد من السرقة الخفية، لأنه يقطع السبل ويعطل التجارة ويعطل الاتصال بين الناس ويخوف الناس، فتقطع يده ورجله إذا أخذ المال فقط، وإذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل حتما ويصلب عقوبة له، وإذا خوف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض، يطرد ولا يترك في البلد، ويطارد ولا يترك يأوي إلى بلد أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يأخذ الأموال في الخفاء وينقب الدور،
ويتصور من غير الأبواب، فهو كالسنور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم. فلم يرفع مفسدة سرقته إلى القتل، ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي تسلط به على الجناية. فلم يرفع مفسدة سرقته إلى القتل. فلم يرفع مفسدة سرقته إلى القطع، ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي تسلط به على الجناية. وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام، والصيام. ثم جعل سبحانه الذنوب ثلاثة أقسام، قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام والظهار، وقتل الخطأ، والحنث في اليمين، وغير ذلك. وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازي عنه طبيعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظرة والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. وشرع الكفارات في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام والصيام وطرده الوطء في الحيض والنفاس، بخلاف الوطء في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. فهذا حده القتل، اللوطية حدها القتل، سواء كان محصنا أو غير محصن. نعم. النوع الثاني: ما عقد لله من نذر أو ما لله من يمين، أو حرمه الله ثم أراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماه تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث: ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ، وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد الخطأ، وإن لم يكن هناك إثم، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقل، ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حدا اكتفى به وإلا اكتفى بل إن كان فيها حدا اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير بل إن كان بل إن كان فيها حد بل إن كان فيه حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، ولهذا كالوطء في الإحرام والصيام، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا فيها الكفارة، فقيل يجب فيه التعزير لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية. فصل: وأما العقوبات القدرية فهي نوعان، نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسماة بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. فصل: والتي على الأبدان أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة.
وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما ترتب عليه في الشدة والخفة، فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. وقد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، وتكون من بياني وتكون من بيانية، وقيل وقد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، وتكون من بيانية، وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء، فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال واكتفى بذكرها عنه، إذ هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه، وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام، فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. وإن كان قوله: ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتهم يومئذ منها. فإن قيل: فقد سأله سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئة التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في نفسها. وقيل: وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه يتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطبائعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله، وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته فيما أمر وترك ما يكره، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم، وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب، من جملتها دعاء الملائكة لهم أن يدخلهم إياه يدخلونها برحمته التي منها أن وفقهم بأعمالها، وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك عقيب أحسن الله إليك
ثم أخبر سبحانه عن ملائكته وأنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما يشاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، هي في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، عقوبات يوم عود الأجسام في الدار الآخرة. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم، فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والإغراق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة للذنب وقد تتأخر عنه، إما يسيرا وإما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أن يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب فلا يرى أثره عقيبة، ولا يدري أنه يعمل، وعمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة، فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك، هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة، والله المستعان. فصل، فاستحضر بعض العقوبات.